إذن أعود إليك دكتور، وشخصيات ثلاثة عرضتها الدراما. دعنا نتحدث عن كل شخصية على حدة. شخصية التي وربما هي يعني نتعرض لها بالحياة اليومية كثيرا، الشخصية اللي دائما بتقدر نفسها أكثر ما هي بتستاهل. إذا أنا كانت عندي هذه الشخصية، كيف لي أن أعمل على شخصيتي حتى أحسن منها، بحيث أني أنا ما أكون مزعج للآخرين وما ضر حالي؟ أنا بحب الشعر. الشعر بيقول ملأ الصنابل ينحنين تواضعا والفارغات رؤوسهن شوامخ. في ناس كثير شايف حاله زاد عن اللزوم، وهذا بضر حاله قبل ما يضر الآخرين. لأنه إذا واحد الكبر رداء لله سبحانه وتعالى، ما في حدا يعني الله قال خذوا كل شيء بس ما حدا يتكبر، الكبرياء. فاللي بتكبر وشوف حاله على العالم هذا بيكون عنده مشكلة. طب أنا إذا عندي هذا المرض أو أي شخص عنده هذا المرض كيف يستطيع أن يتخلص منه؟ هذا بروح على دكتور نفسي. طبعا أنا ما استفدنا شيء، ما في تطوير ذات بهذا الموضوع. لا في طبعا، بس احنا بنقول له هاله حاله، بس معلومة انه روح دكتور نفسي معلومة مهمة. بده اعطيه تلفون كذا بعطيه مثلا، بس بداية احنا بنيجي بنحكي الصراحة والصدق مع الذات. يعني خلاصة الموضوع، لما الانسان يقيم حاله بيبدا يعني يقعد مع حاله هيك ويشوف. اولا اخطر شيء تقارن نفسك مع الاخرين، من اخطر ما يمكن. بس هذا شغلة إنسانية، أنت ما بتقدر إنك ما تعملها. صحيح، ما هي ما بتقدر ما تعملها، بس هي خطيرة. ليش؟ لأنه لما تقارن نفسك مع الآخرين أنت ما بتعرف شو الآخرين وراهم، أنت ما بتعرف شو ظروفهم اللي صنعتهم، سواء كانوا أعلى منك أو أقل منك. المقارنة الصحيحة إنك تقارن نفسك مع مقدراتك، مع إمكانياتك. أنا ما بحكي نظري، أنا بحكي علم وبحكي من تجربة. كل اللي بحكيه أنا طبقته على ذاتي قبل ما أطبقه أو قبل ما أدرسه. كل جملة بحكيها أنا مطبقها، من تحليل الذات إلى البيرسونال ديفلوبمنت بلان إلى الجول سيتنج إلى تحقيق الأهداف، كله أنا مار فيه وشفت آخرين استفادوا منه سواء مني أو من غيري. فالشخصيات اللي في الحلقة اللي تكلمنا عنها، الشخصية الأولى هو شايف حاله زيادة اللزوم، هذا بيسيء لنفسه قبل ما يسيء لأي واحد ثاني. لأنه مجرد شايف حاله بيرفكت ما راح يحس شيء وما راح يتعلم شيء وما راح يتعلم. واللي شايف حاله أقل كمان بضر حاله، واللي شايف حاله أقل هذا بيعمل جريمة في حق ذاته. صحيح، لأنه في حق ذاته يعني هم الاثنين بيسيئوا لأنفسهم قبل ما يسيئوا للآخرين. هذاك ممكن يضايقك وهذا بتحزن عليه، وهذا إنسان مسكين وشو مسكنك، ليش أنت أقل من الآخرين؟ فهذا التوازن طبعا في قصص. يعني ليش بقول لك طبيب نفسي؟ لأنه حتى توصل إلى هاي المرحلة من الكبر أو هاي المرحلة من الدونية لازم يكون في شيء غلط، بيكون في شيء غلط في تاريخك. طب دكتور دعنا نشرك الجمهور، نتحدث قليلا ربما عن هذه الشخصيات الثلاثة. خلونا نكون هيك شوي صريحين. تفضل. معكم عبد العزيز، مرحبا دكتور معنا. أنا بس حابب أركز على موضوع المجتمع ودوره في هدم الذات أو بناء. فالموضوع دائما نحن مركز على الفرد أنه كيف هو يبني ذاته وكيف يطور ذاته، ولكن فعلا يعني خصوصا بعد الامور الموجوده في الوطن العربي والامور الثانيه الربيع العربي وامور ثانيه، ففي بيئات صارت غير قادره انه تنمي الانسان، او انه غير قادر الانسان هو يبني حاله فيه. او ناخذ بالحاله المطلقه العاديه، مثلا في مجتمعات دائما بقول لك الشجره المثمره ترمى بالحجر. فاغلب الاحيان بتلاقي اي شخص طلع او حاب يطور ذاته، فالمجتمع هو نفسه بيحاول يقلل من قيمته أو يقلل من قدره. يعني فنحن دائما نتوجه للفرد في عملية تطوير ذاته، طب ليش ما نتوجه للمجتمع؟ يعني أنا برجع مرة ثانية بحكي، ما بعرف ليش المؤسسات العامة بشكل عام في العالم العربي صرنا عايدين الكلام هذا ألف مرة، يعني ليش ما يأخذوا فيه؟ ما بعرف وما بهمني، أنا بهمني الفرد. لأنه عشان ما أنظرش، وفي النهاية بسمعك ما بطبقش، بروح بعمل مؤتمر بناقش القضية، بطلع من المؤتمر برجع كمان بعمل كمان مؤتمر وانتهى الموضوع. في النهاية مين المتضرر؟ الفرد، صح؟ فإحنا أنا دوري، هلا في ناس آخرين أتمنى يكون دورهم إنهم يبنوا المؤسسات، أنا دوري الفرد. فبتمنى أوصل للفرد. هلا الفرد إذا وصل إلى مركز قرار ممكن يعمل، لكن مسؤوليتي تتوقف عند إنه أحكي وجهة نظري. واي اعلام في العالم بيحكي وجهه نظره، بسمع متخذ قرار ممكن ياخذ فيه، ما بسمع ما باخذ فيه. نظرتك الايجابيه او السلبيه للامور
تحكم تصرفاتك. مو السلوك مصدره شو؟ الأفكار. يعني الأمور مترابطة. كيف ممكن كمان هذا الشيء يأثر على ردة فعلك؟ يعني لما أنت بتكون إيجابي ومتقبل، ردة فعلك دائما بتكون ربما أهون بكثير من لما بتكون أنت عندك هذه السلبية وتوقع سيء وتوقع الشيء الغير إيجابي، بتكون بالتالي ردة فعلك دائما سلبية وتؤثر على ما سيحدث بعد ذلك. طبعا أغلب الفاشلين في الحياة متشائمين وسلبيين، وأغلب الناجحين متفائلين وإيجابيين. هاي حقائق علمية. إذا بتوصل لمرحلة من برمجة الذات بحيث أي حدث يصير معك تشوفي جانبه الإيجابي، بظلك دائما مستمرة. النجاح بيولد نجاح، الفشل بيولد فشل. هذه قواعد عامة معروفة. إذا أنت نجحتي، الطفل لما نربيه كيف نربيه؟ بنحاول أن نشجعه يعمل نجاحات صغيرة، وإذا فشل بنحاول أن نقومه، صح؟ إذا بتوصلي إلى مرحلة تبرمجي نفسك، وهي البرمجة، أنه أي شيء بصير معك هو عبارة عن إيجابي، ننظر له من معناه بتظلك مستمر، فبالتالي ستجتذب الأمور الإيجابية لحياتك وستحقق أهدافك، لأنه الاستمرارية وحدها هي كفيلة بأنك تنجح. أما التوقف شو راح يجيب لك؟ واحد قاعد بالدار شو راح يجي؟ في واحد بيحكي كلمة كثير مهمة، بيقول إذا لم يطرق الحظ بابك اصنع بابا. يعني شو معنى اصنع بابا؟ طب واللي مضيع عنوان الحظ شو بس فيه؟ اللي مضيع عنوانه الحظ يجي عندي انا طب لدينا سؤال من الجمهور، تفضل عرف عن نفسك. بسم الله الرحمن الرحيم. مأمون دروس، مساء الخير دكتور، شكرا على هالورشه الرائعه صراحه. دكتور، يعني بناء على خلفيتنا في العمل مع الشباب، بنلاحظ انه كثير من الشباب الخريجين او المقبلين او في بدايه مسيرتهم المهنيه بكون عنده دافع وحاط اهداف وراسم رؤيه واضحه. طبعا تطلع العوائق، سواء العوائق الاقتصاديه او الماليه نوعا ما العائليه، وطبعا الحافز طبعا شبه يعني بيكون قليل او معدوم. فبتلاحظ شخصيه هذا الشاب بتخلى عن هذا الهدف او الرؤيه والدافع اللي كان داخلي، يعني من خلال هذه المشاكل او هذه العوائق بتخلى عنه. فيعني بتوقع انه بخسر نوعا ما من ذاته او من شخصيته. فشو المفتاح اللي خلينا نقول ممكن انت تعطينا اياه اليوم، انه بحيث هذا الشاب او هذا المقبل على العمل ما يتخلى عن هذا الهدف ويقاوم هذا، يعني يقاوم قلة الحوافز ويطور الدافع في مجابهة هذه العوائق؟ شكرا. اشكرك. انا ما راح اعطيك اليوم ولا شيء، انا راح اعطيك اليوم نبذة عن كل المفاتيح، لأنه هي إحنا الحلقات الجاية راح نتكلم عن الإيجابية بإسهاب بتفاصيل طبعا، وراح نتكلم عن تحفيز ذاتك بإسهاب. بس بنعطي شوية معلومة مشان نشجع الواحد يحضر الحلقة. في واحد اسمه إمرسون شاعر بيقول المفلس هو من فقد حماسه. هذا الإنسان المفلس في الحياة. يعني شو بتقدر تسوي لواحد متحمس طول الوقت؟ شو بتقدر تعمل له؟ شو بتقدر تسوي؟ واحد هذا بنقول عنه يعني بيحاول كثير، صح؟ في النهاية شو بتتوقع له؟ بتنجح. ما فيش حل يعني. ما في حل. لأنه الحياة، اقرأ قصيدة أبو القاسم الشابي اللي هي بيقول لك إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد، ما في مش إنه يعني فلا بد. لذلك اللي أنا بقوله كيف الواحد يحفز من حاله؟ حفز من حاله بأنه لازم يدرك بأنه اللحظة هذه اللي هو عايش فيها حتمشي، سواء حلوة ولا مرة حتمشي، الزمن ماشي. في حكيم جاله واحد قال له أنا مهموم، قال له طيب أنا عندي الحل السحري، زي ما أنت بدك المفتاح السحري. قال له أنا عندي الحل السحري، أنت مهموم؟ قال له أنا الهموم معبيتني. قال طيب بدي أسألك سؤالين، هذا الهم اللي أنت حامله إن ولد معك؟ قالوا لا. قالوا لما تموت هيروح معك؟ قالوا لا. قال طب شو يعني؟ مش important. لازم الواحد يفصل عن اللحظة. كل الناس اللي نجحوا سبحان الله، يعني أغلبهم ما إذا بتقرأ تاريخهم بتلاقي إنه تاريخهم عبارة عن سلسلة من الفشل، وهذول عظماء يعني مش أشخاص عاديين. فاللي أنا بقوله للشباب اللي بده يحقق أهدافه في الحياة، إنه لما تحاول أول مرة وتفشل، اليابانيين بيقولوا حاول 7 مرات اوقع 7 مرات وانهض. في الشغله الواحده معك 7 مرات توقع فيها. في عندنا ناس اول ما يصير معه اول
بقعد بحط باكيت الدخان بشد على الربابة وبصير أقول لك الحظ والعالة والدنيا ما شو راح يفيدك. فاللي أنا بقوله العناد حلو، عاند الحياة بدك يكون عنيد، مش أهلك مثلا، مش مرتك، لا مش مرتك، أنا ما لي علاقة بمرتك، عاند الحياة، أنت حر أنت ومرتك. سؤال ثاني دكتور، تعقيبا على الإيجابية، بعض الأحيان شخص بيكون عنده طموح بيوصل للقمة طبعا طموحه، فبتجي بيجي الإحباط من المجتمع اللي حواليه، فشو بيعمل بهالحالة؟ حلو جدا. أصلا وظيفة المجتمع بشكل عام يحبطك. لا صراحة وأعطيك مثال، ليش في إشي اسمه الثقافة. شو هي الثقافة؟ أنا لما أدرس موضوع الثقافة المؤسسية بنعطي مثال بسيط. الثقافة أولا كل ما اتفق عليه من مجموعة من الأشخاص، اتفق عليه أنه أوكي فهو أوكي. يعني تروح على أفريقيا بتلاقيهم بيأكلوا بعض الأماكن القبائل بيأكلوا بشر متفق عليه، هاي ثقافة ما بتقدر تقول مش كويس. في الثقافة الإسلامية مثلا احنا عندنا شعائر معينة متفق عليه، في الثقافة المسيحية في شعائر معينة متفق عليه، في الصين في ثقافة متفق عليه، وهكذا. فكل واحد عنده ثقافة. شو معنى ثقافة؟ متفق عليه، حلو؟ فإذا لازم الكل يكون ماشي بنفس السوية تقريبا. بستغرب أي مجتمع عندنا، أي مجتمع بستغرب لما يطلع واحد هيك مغرد خارج السرب، بستغرب. فبشكل عام يحارب دائما. بالضبط. بشكل عام احنا بنحاول نشجع الابداع، صح؟ شو الابداع؟ الابداع هو الاتيان بجديد. طيب كيف انا بدي اتي بجديد وبنفس اللحظه الجديد هو غير مألوف؟ فدائما المبدعين على قصه الرسام اللي بيقول بيصير رسام، بقول له شو هذا يعني؟ كيف يعني يصير رسام؟ فالمجتمع بشكل عام بدك تنظري لهذا الموضوع، سواء المجتمع والمحيطين فيك، مش انهم بيكرهوك بقدر ما انه يمكن نوع من الحرص على انه ما حدش يطلع برا المنظومة. فإذا بدك تحققي أهدافك بدك تحاولي أنك تكوني طبعا أكيد أنت ذكية، تديري الموضوع بذكاء شوي شوي وتفهمي أنه هذا الإحباط اللي من حولك هو مش أنت المقصودة فيه كشخص، هم بيحبطوا بعض لحالهم. إذا أنت إيجابي وقاعد مع واحد سلبي شوي 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 بتلاقي أنه الأمور صارت كلاشينج، يعني في فريكشن، بتلاقي صعوبة في انك تفكر لانك قاعد بتدافع عن افكارك وبقول لك لا مش راح يصير، والله بدي انا اكسبو 2020، لا ما في اكسبو ولا 2020 ولا راح يصير، لا ما قالوا انه في 25 مليون جايين على دبي ولا راح يجي على دبي، كل ببلش يحبطك شو بدي فيه انا. كلام سليم، احط نفسك في الناجحين والايجابيين. نعم طبعا أنا خلص وقتي، ولكن هذا الحوار الشيق لم ينتهي دكتور، معا طبعا سيكون لنا مواعيد قادمة نتحدث فيها أكثر عن هذا الموضوع. يمكنكم مشاهدة الحلقة على موقعنا www.cmcarabia.com ومراسلتنا على العنوان التالي workshop@cmcarabia.com. شكرا جزيلا لك دكتور، وشكرا لوجودكم معنا، والشكر طبعا متواصل لكم أعزائي المشاهدين على حسن المتابعة. دوما إلى اللقاء.